هل كانت لك علاقة مع أحد أفراد قناة الجزيرة يعني بخلاف محمد مختار الشنقيطي؟ نعم، أنا كنت مدير لجمعية الإصلاح، وكان أحمد منصور أحد الموظفين. أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، معد برامج ومذيع. نعم. كان بداية معرفتي به في الثمانينات، كان يعمل في مجلة البنيان المرصوص اللي تابعة لسياف من الجهاد الأفغاني، مجلة الأفغانية، وجاء جمعية الإصلاح. كان يعمل كاتب في مجلة الإصلاح. نعم. كان رئيس التحرير علي العجلة ومحمد رحمة العامري، واشتغل هناك فترة بغير اسمه، كان يكتب مقالات لكن بأسماء مستعارة، وكان موظف وله عقد عمل في الجمعية. تم فترة قرابة من 3 إلى 4 سنوات وبعدين ترك الدولة. كان يعمل عندكم في العمل الخيري؟ كان يشتغل أحد المحررين في مجلة الإصلاح. بخلفية جهادية؟ نعم، هو جاي من هناك ويبغي يحسن وضعه ويشتغل، فاشتغل في الجمعية. هل كانت الجزيرة القطرية تقوم بوضع مماثل لما قامت به بما يسمى بدول الربيع العربي هنا في الإمارات؟ هل كانت تسعى هي ورموزها وفكرها في نشر هذا الأمر في أعضاء أو بين أعضاء التنظيم السري؟ في تقديري، إرسال مدرب موظف في قناة الجزيرة يعتبر أكبر دعم من هذه القناة ومن قطر للجهة القابلة أو المستعدة لهذا الأمر. فصار في نوع من الاتفاق بين التنظيم السري الداخلي في الإمارات من جهة، وبين قناة الجزيرة بإرسال هؤلاء المدربين. فما في يعني اشتراك أكثر من هذه، تحقيق نفس الهدف. شو معنى أنك أنت تفرغ موظف يأخذ راتب ويشتغل إلى دولة أخرى ويعد برنامج تدريبي لجهة أنت تعرف هي شو نواياها وتضع معاهم الأهداف وبدون يشتغلون، وعمل غير إعلامي ما يتعلق بالمهنية والحرفية المتعلقة بها كقناة ومذيعين وإعداد أخبار، ولكن تدريب جهات وتشجيعهم على القيام بقلاقل في دولة أخرى مجاورة. هل تعتقد أن هذا الدور أيضا يقام في دول غير الإمارات؟ في تقديري، حضرت اجتماع في تركيا للتنظيم السري في الإمارات. للإمارات، وهؤلاء الموجودين في الخارج أو الهاربين من وجه العدالة الإماراتية ليس عندهم مقومات الاتصال بالجهات الدولية والمنظمات العالمية والجهات الإعلامية، فكان لابد من إيجاد شيئين: تدريبهم والكونتاكت أو الأشخاص، تعريفهم بالأطراف الأخرى. بمعنى والله مراسل البي بي سي في إسطنبول على سبيل المثال، هم ما يعرفونه، هاربين من فترة بسيطة. فتدخلت الجزيرة وقطر والعلاقات مع المكتب العالمي لتنظيم الإخوان المسلمين بإيجاد مثل هذا التواصل. ترى هذا يحتاج إلى تدريبكم، هذا يحتاج إلى رعايتكم، هذا نقترح أن يطلع في برنامج تلفزيوني. ولا هم لما وصلوا هناك ما كان عندهم يعني هذه الخلفية، جدد في البلد، فقدم لهم الدعم اللوجستي كما يقولون والاتصالات، بحيث أنهم قالوا الجزء الأخير المادة الموجودة عندهم، لكن هذه التحضيرات كانت من جهات خبيرة بهذه الاتصالات.